مرحباً، اسمي جو. أنا دمية تجارب على حوادث السير. أعمل مع عائلتي في مختبر تجارب حوادث السير. زوجتي جين. مرحباً. وولدي جيم وجولي. وظيفتنا هي التأكد من أن السيارات التي تقودونها آمنة. في يوم عادي أقود سيارة تصدم من الأمام ومن الجانب. تعرضت لمئات الحوادث. السيارة التي نقودها اليوم أصبحت أكثر أماناً، ولكني لا أشعر بالأمان بدون حزام الأمان. البعض لا يضع حزام الأمان. لست بحاجة للحزام، فأنا قوي لحماية نفسي. لست بحاجة للحزام، فأنا لست ذاهباً بعيداً. لست بحاجة لحزام الأمان، فكيس الهواء سينقذني. أخاف أن لا أتمكن من الخروج من السيارة إذا وقع حادث. ضع حزام الأمان ولا تختلق الأعذار.